Ostbahnhof. Übergang zum Regional- und Nahverkehr. إذا أهلا وسهلا بكم أصدقائي، شلونكم شو أخباركم؟ معكم أخوكم مصطفى من ألمانيا فرنسا جامعين اليوتيوب. جيتكم بحلقة جديدة. طبعا هاي الحلقة راح أحكي لكم بيها على المكاين الغريبة الموجودة بالعالم وبالأخص بألمانيا. يعني صوت لكم حلقات أنا سابقة تحكي عن هواي مكاين غريبة عجيبة، مكاين مال كوندوم، مال علوجة، مال بيبسيات، مال فلوس، ما ذهب، ما كل شيء وكلاش يشتغلون. اكو حلقات هواي انا راح ابدي انشرها او نشرتها او راح انشرها، فاذا تردون تتابعوها وخليكم ويانا. هسه راح ندور على المكان. انا حاليا ببرلين المانيا، اوستبانهوف المحطه اسمها، وبيها ماكينه غريبه عجيبه راح اشوفها ادورها واصوركم اياها. خليكم ويانا. طبعا هسه لقيت لكم اجهزه اثنين كلش حلوه بهاي المحطه اللي هي اسمها اسبانوف. هذين الأجهزة، هذا واحد اسمه تكست فليجا، هذا يكون عبارة عن جهاز تخلي بيه ملابسك، يعني خلينا نقول الجاكيت مالتك أو القاط، وراح يدخل هنا بهذا الجهاز يتعلق ويتنظف وينغسل وبعدين يرجع لك، وبعدين لازم تدفع فلوس. وهذا الجهاز الثاني همات مثله، يعني جهاز غريب عجيب. بس هسه حاليا هذا الجهاز مسدود لان بسبب كورونا مكتوب، ما ادري ليش، غريب عجيب. وهنا هم عندنا الاجهزه مال التصوير، تقعد تصور روحك. صورت لكم اياها بغير حلقات. يلا خليكم ويانا اشوف اجهزه ثانيه ان شاء الله. عندنا هذا الجهاز كلش حلو. هذا هو مو جهاز، عباره عن سله تخلي بيها البريد مالتك احسن ما تروح للبريد مال DHL، مو DHL يعني البريد مال الاوراق الورقي، احسن ما تروح للمكان مال البريد العادي. تيجي لهنا وتقدر تخلي هذا، يقول لك داخل برلين مثل خارج برلين، تخلي بيه وبعدين تجي سياره مال البريد وتاخذه وياها. وشوف هاي النخله الحلوه. يلا خليكم ويانا، خلينا نشوف الجزء الثانيه. هاي من جدار برلين، من جدار برلين قطع يبيعوها بالمتحف، محل هنا يبيع شغلات مال برلين، يعني صور قطع أثرية، هيجي واحد يقدر يشتريها ويدزها للأحباء أو أصدقائه اللي مثلا يحبون شغلات مال برلين وهاي السوالف. يعني مو شغلات كلش. اذا خلوكم ويانا راح اصور لكم ماكينة غريبة عجيبة ما شايفيها بحياتكم بالشارع. طبعا اصدقائي وصديقاتي وحبايبي، الماكينة هذه ما لقيتها، كنت ماخذكم الها، اللي هي عبارة عن ماكينة مال احذية من تروح البارتي حفلة ولا ما ذلك، فتلقى هاي الماكينة بالليل مثلا اذا الحذاء مالتك انقطعت او كذا، تروح وتاخذ او تلقى بيها حذاء وتقدر تاخذ من عدد الحذاء. هي كانت هنا بس محوليها، هذه مسويها عبارة عن بنك اوتومات، يعني تسحب منه فلوس وشايلين هاي مال الأحذية. كانت هي هنا موجودة، تضغط على دقمة وتحط 4 يورو وتطلع لك حذاء توصلك للبيت، يعني حذاء اعتيادية اي رقم من الارقام الموجودة، يعني الناس تلبسها 39 50 40 ولا ذلك، يعني الحجام العادية كذا وكذا وات. بس طلعت شايليها للأسف، أو خالين مثل ما قلت لكم ماكينة ثانية، هاي مال الأحذية ما موجودة بعد. يلا خليكم يعني نشوف شي ثاني. يلا بعد شوي راح نوصل نشوف الشرطة مال برلين شلون شكلهم، شكل كلش حلو. نظرك بالنا، طبعا راح ندور لكم على ماكينة ثانية، خليكم ويانا. Thank you.
طبعا اصدقائي حبايبي، احنا بالالكسندر بلاتس برلين المانيا، والمحطة اسمها الكسندر بلاتس. بيها ماكينة غريبة عجيبة، اتمنى القاها موجودة واصور لكم اياها واقول لكم شنو بيها هاي الماكينة، شنو واحد يقدر يشتري من عندها. خليكم ويانا. والماكينة اللي لقيتها الحمد لله والشكر اخيرا، مثل ما تشوفون الصورة المبينة، فاكيد واحد راح يعرف شنو معناها. طبعا هاي الماكينة في بعض الاحيان تبيع كتب، بس هسه ساديها هنا، تجي تدخل فلوس، شيء جدا بسيط، وبعدين ينزل لك كتاب. طبعا مثل ما تشوفون هاي الكتب اللي بيها الموجودة اللي هي بالاصفر 2 يورو، كله على 2 يورو. كتب يعني بيهن قصص، هذن الكتب، مثل هذا الكتاب اللي هنا مثلا، عندك هذا الكتاب الثاني الثالث، هذن كتب مال اطفال مثلا صغيرة بيورو، هذن القصص مثل ما تشوفوا. فهو هذا السير مع الكتب، يسموها الآلة مع الكتب، وهنا الآلة الثانية اللي هي تبيع العصائر قفاها. تمام، فهي هاي الآلة جبتكم إلها، اللي هي تبيع الكتب. كانت طبعا هي سبيها كتب قليلة، بس بعض الأحيان تلقون كتب أكثر من هاي الكتب، يعني كلها مليانة، بس شو شافوا الناس ما يشترون منها هواية، فخلوا بيها كتب قليلة. يلا خليكم ويانا على لو الحلقة الجاية.